عادل إمام علامة واضحة كما الشمس في حياة فنان مصر وفي المسار الفني المصري، وأيضا له الأثر البالغ في الساحة العربية. مسألة الشائعات، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، الناس اللي الشيطان مأجرها في انهم كل يوم يطلعوا علينا بأخبار تعكر صف الجمهور وتشغل بال الناس على فنانيها وعلى نجومها. فجأة يقولوا فلان توفاه الله، وفجأة يقول فلان مريض. المسألة بقت داخلة في عداد السخف، وبعدين إيه اللي هيعود عليهم؟ إن هم في النهاية يعملوا زي ما بيقولوا ترند ويجنوا أموال، أو المسألة مش بهذا الرخص. يعني أين يذهبون يوم أن يقف هؤلاء البشر بين أيادي الله؟ هيقولوا له إيه؟ هيفسروا هذا السلوك الشائن بإيه؟ ربنا يديم على الأستاذ نعمة الصحة والعافية ويبارك فيه، ويظل مشرق بفنه على جمهوره ومحبيه وزميله اللي بيعشقوه. للحديث عن الأستاذ عادل إمام، الحوار يطول. أنا اشتغلت مع الأستاذ فور تخرجي في أفلام عديدة، يعني أهم ملمح خفة الظل اللي بيشعها في اللوكيشن، إنه دخوله اللوكيشن الناس كلها بتبتهج، نكاته، جمله، علاقاته، طوب الأرض بيحبه. أنا ليا مواقف الحقيقة كتير قوي معاه. يعني معروف إن أحمد ماهر بيعشق الأكل، ده أعظم غرام في حياتي الأكل. وفي فيلم شمس الزناتي احنا بنصور في الجبل والحر ظالم، فهو مستني العربية اللي جايباله المية الساقعة وبعض الوجبات الخفيفة، اتأخرت عليه فخرج. هما بيلينينا قرية بنتدارى فيها من الشمس وبنصور فيها، فهو لما اتأخرت العربية خرج يكلم الانتاج، العربية اتأخرت ليه؟ اطلبوها. فلقى في عربية واقفة ببطن الجبل في المنطقة المكشوفة والشمس ظالمة، فقال لهم مين الواقف هناك ده؟ فقالوا ده أبي أحمد ماهر واقف عشان بياكل. قال لهم ياكل؟ ياكل في الشمس؟ طب ما يخش في الظل. فقالوا له معلومة هو ما يعرفهاش، أحمد ماهر لما بياكل ما يحبش يبقى في حد جنبه. فالراجل ما صدقش المعلومة اللي بتتقال له، فجالي أنا فاتح الشنطة بتاعة المرسيدس وقاعد جواها، فالغطا عامل أمبريلا، فبالتالي الشمس مش طيلاني. أنت مجرد ما تستظل بأي شمسية الهواء جبل، المهم إنك تهرب من أشعة الشمس. فجالي يا حبيبي كان العرق محميه، قال لي يا أستاذ أنت بتعمل هنا؟ قلت له باكل. قال لي قالوا لي ما صدقتش. قلت له ما هو عينك تقول لك. قال لي ما شاء الله، بتاكل ايه بقى؟ قلت له كريز. قال لي يا سلام فاشيست، بتاكل كريز في الجبل وده ما يبص في الحر؟ قلت له في كل من جنبي في تلج. قال لي الله 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 الله، ايه؟ قلت له ايه؟ قال ما فيش، اتفضل. قلت له اتفضل ايه من اكلي؟ قال لي يا نهار اسود قالوا لي بس ما صدقتش. قلت له لا صدق. قال لي ازاي
يعني انت ما تعزمش على حد؟ قلت له اعزم بره النصاب بتاعي، بره اكلي، انما اكلي اللي يجي جنب منه اكله.